السنسور. احنا حكينا عن اللينياريتي. باللينياريتي حكينا كثير هاي الخاصيه بتهمني لما انا اكون استعمل الانالوج كنترول او الانالوج ميجرمنت. ليش؟ لانه انا في عندي ريبريزنتيشن للداتا. انا عندي مثلا بالرسم الموجود عندنا انا في عندي بريشر بي عبرت عنه بفولتج مثل ريبريزنتيشن باي فولتج ريبريزنت فاليو. انا يوم يجيني 4 فولت او 5 فولت او 5 فولت فانا اذا كانت العلاقه لينيرلي بكون سهل علي ان انا اكون عارف كم هي البريشر الموجود عندي في الاصل. اذا كان انا عندي الترانسفير فانكشن راح نيجي عليه كمان شوي للسنسور هو لينير. لكيف احنا بنعبر عن لينيرتي؟ بنجيب الاكتوال ميجر داتا هذا الاكتوال كيرف انه كيف انا البريشر يوم اطبق يوم اجي السنسور اعمل عليه ابلاي البريشر كم حيكون هو قراءات الفولتج عند كل بريشر موجود عندي. حنجيب البيست فيتنج كيرف او البيست فيت لاين. نجيب البيست فيتنج لاين يكون عندنا داخل السيستم ونرسم افضل خط مستقيم يعبر عن الداتا الموجوده عندي. بعد ما نرسم افضل خط مستقيم ونيجي لللينياريتي نحكي انه نشوف الماكسيمم ديفيشن على اختلاف هذا مثلا في الرسمه هاي عند المنطقه هاي على اختلاف في المنطقه هاي على اختلاف انه انا عندي البريشر هو 18 البريشر 80 بي اس اي عم بيعطيني 5 فولت بس لكن بيزد على اللينير كيرف انا عندي 75 انا عم بحصل ال 5 فولت. فانا في عندي 5 PSI هذول راح يكون فيهم ايرور نتيجه اللينيرتي كماكسيمم بنعبر عنهم البيرسنت من الفول سكيل. فعندنا الفول سكيل هو 100 بناخذ ال 5 على 100 بيطلع لنا 5% لينيرتي. فانا من كل 100 PSI انا ممكن يكون عندي 5 PSI ايرور نتيجه ان انا فارض ان انا عندي لينيا فارض ان انا عندي الكيرف لينيا. هلا في بعض مناطق حيكون اقل من هيك في بعض مناطق حيكون اكزاكت لينيا والاكتوال حيكونوا متطابقين. بس احنا بنهايه المطاف يوم نيجي نجيب السنسور اذا ما عندنا الاكتوال كيرف اذا انا مش قادر اني اقرا الاكتوال كيرف اعبر عن الاكتوال كيرف عن طريق الالكتريكال سيركت الموجوده عندي فانا بدي اعبر عنه في طريقه بلينير. هلا لينير سهل التعامل معه اي معادله لينير يبقى احكي انه انا الفولتج الفي اوتبوت في هاي الرسمه للسنسور هو حيكون سلوب الفا في البريشر بلس كونستنت في نوت. هلا اذا انا بدي احسب البريشر اذا انا بدي احسب البريشر مثلا فانا البريشر حيكون عندي هو البي حيكون الفي اوت ماينس الفي انيشال على الفا. معادله سهله انا عندي سميشن مع جين لينير خط مستقيم الجين امبليفيكيشن بضرب عن طريق امبليفاير بضربه في الجين وعن طريق سيرت الثاني حنتعلمها في شابتر 2 انا ممكن اجمع له دي سي شيفت او اطرح منه دي سي شيفت. العمليه كلينيرلي عمليه سهله بس انا بالمقابل يوم اكون استعمل كمبيوتر مثلا انا ممكن اجيب معادله تعبر لي عن الكيرف هذا الاكتوال كيرف اللي يكون موجود عندي. ممكن تكون هاي المعادله اكسبوننشال ممكن تكون هاي المعادله سكند اوردر ثيرد اوردر اند سو اون. فانا في الكمبيوتر في الكمبيوتر يوم تكون انا عندي المعادله هي سكند اوردر او ثيرد اوردر سهل احلها سهل انا اتعامل مع الريبرزنتيشن للداتا. بس لما يكون انا عندي انالوج بيهمني تكون العلاقه لينير. فاللينياريتي واحد من الخصائص المهمه للسنسور اللي انا باخذها بعين الاعتبار يوم اشتري السنسور من الماركت اذا كنت انا بدي استعمل انالوج كنترول.
الخاصية الجديدة اللي هنتعرف عليها خلال هاي المحاضرة هي Time Response. هلا احنا أخذنا Time Response للكنترول سيستم، حكينا عن الدامبينج كنترول سيستم وعن الاوسيليشن كنترول سيستم. طب انا كمان بتهمني هاي الخاصيه للسنسور، ليش؟ اذا انا بدي اتعامل مع سيستم عشان اعمل كنترول، نيجي نحكي عن التايم ريسبونس للفيرست اوردر. خلينا ناخذ احنا في اغلب الاحيان بالسنسور بنحاول نكون السنسور عن الفيرست اوردر. لا انا عندي السنسور، شو معنى انه انا ريسبونس تايم؟ انه انا صار في عندي تشينج بالانفايرمنتال، انا درجه الحراره الواقعيه على الاكتوال سنسور الكنترول فاريبل الموجود عندي هو تغير من انيشال لفاينل، طبعا بستيب تشينج او وات ايفر. احنا بناخذ دائما في الاستدي، يوم تاخذ التايم ريسبونس لاي في الكنترول في كذا، احنا بنعمل استدي للستيب تشينج والشيء من ثاني بنسميه امبلس. فانا ناخذ الستيب تشينج، انا إذا صار في عندي تغيير بقيمة الكنترول فاريبل، أنا كنت عند some initial value هو انتقل للفاينل فاليو، هذا الانفايرمنتال الموجود عندي، أنا بقيس درجة حرارة في روم أو في منطقة معينة، فجأة درجة حرارة انتقلت من 25 degree ل 30 degree. هلا السنسور هو عم بيعبر عن change، بيعمل لي representation للكنترول فاريبل بالP of T، بvoltage، بcurrent، بresistance. فاحنا عبرنا مثلا عن التمبرتشر الموجود عندنا ب بفولتج، تغيرت التمبرتشر من تي انيشال لتي فاينل. هذا كيف حيتغير الفولتج؟ حينتقل نفس الشيء الفولتج من سم انيشال فاليو، من سم انيشال فاليو لسم فاينل فاليو V final sorry. هلا يوم نحكي عن time response بهمني إنه هو أنا صار عندي change sudden change step change. هلا الفولتج ما حيتغير بسرعة، في time حيأخذ الفولتج. كيف شكله مع time؟ كيف حينتقل الفولتج من ال initial value لل final value مع الوقت؟ حينتقل زي هيك، هذا بنسميه first order response. ما صار في oscillation. ال voltage ما ارتفع عن ال V final ولا قل عن ال V final. هذا شو نعتبره؟ نعتبره first order response. First order response. هذا بنعتبره first order response. لا إيش بهمني أنا هذا؟ التغيير أكون أنا بعرف عنه في السنسور. أنا لو أنا بجي بدي أشتغل في كنترول بروسيس معين، وأنا بدي أشغل الكنترول بروسيس عندي على سبيد عالي، ما بصير أجيب سنسور بطيء. ليش؟ لأن أنا already أنا بدي أشغل مثلا أعمل كنترول للإنفايرومنتال تمبرتشر بسرعة عالية جدا. لا إذا أنا جبت سنسور بطيء، الكنترول لوب الموجود عندي هي ما عم تقرأ الأكشوال تيمبرتشر، هي عم تقرأ تيمبرتشر ميجرد بيفور مثلاً 2 سكند أو 1 سكند، فهذا بيأثر عندي في اللوب. بس أنا إذا بكون شغال على إني أعمل كنترول للتيمبرتشر تاعي الروم تيمبرتشر، مثلاً لو كان عندي أنا شغال على سبيد بطيئة، لو أخذ منك الكنترول للتيمبرتشر تاعي الروم 5 مينت إتس أوكي، لو جبت سنسور أنا ب 2 سكند او 3 سكند اتس اوكي، انا بدعمل انا بعد 5 دقائق بدي درجة الحرارة داخل الروم هي سيلف كنترول. فلو انا بقرا درجة الحرارة قبل 2 سكند اتس اوكي، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة. ف مع التايم انا عند المنطقة هاي ما عم بقرا الاكتوال تمبرتشر، الاكتوال تمبرتشر في المناطق هاي هي تي فاينل. بس انا بيزد على الريبريزنتيشن للداتا حرجع اللينير كيرف اللي كان يمثل لي الداتا، انا عندي كل فولتج مختلف عن الفي فاينل ومختلف عن الفي انيشال، حاصل درجات حراره ما بينهم، حصل على درجات حراره ما بينهم، هو السيستم ما عم يقرا درجه الحراره الحقيقيه.
فأنا إذا بدأ أطبقه في عملية control system بتهمني السبيد. بتهمني السبيد ليش؟ إنه أنا السنسور تبعي لازم يكون دائما أسرع من الكنترول لوب تاعي. تذكروا يوم عملنا evaluation للكنترول لوب أخذنا time response وحكينا إذا كان في اللي هو transient effect، إذا كان في عندنا dynamic oscillation عبرنا عنه ب duration time td. نفس الشيء هون. هلا هو كيف احنا بنعبر عن السبيد تاعت السنسور؟ بنعبر عن السبيد تاعت السنسور بشيء بنسميه تاو. تاو هاي السبيد، انه انا انتقلت من initial value ل final value. كم انا احتجت تايم حتى تغير عندي change صار بمقدار 63%؟ يعني بجيب ال p final وال b initial وباخذ التشينج بضربه ب 63%، هذا حيعطيني دلتا دلتا بي. بشوف انا ما تحتاجت حتى اوصل انا لهذا الدلتا بي. هذا التايم حيكون عندي هو تاو، هذا التايم حيكون هو عندي تاو بنسميه، هذا التايم بنسميه عندنا تاو. لا اذا كان عندنا التايم ريسبونس للسنسور هو فيرست اوردر، احنا نقدر نمثل الريسبونس هذا، نقدر نحسب او نعرف قيمه البي عند اني تايم من خلال المعادله الاكسبوننشال اللي انتم بتعرفوها اللي كنتوا تستعملوها يوم ما كنتوا تعملوا مثلا في السيركت عمليه السويتش مع كاباستر او مع اندكتر. كان فيرست اوردر سيستم، لانه كان عندنا فيرست اوردر سيستم، كان عندنا بس one differential equation، وانتم اخذتوا second order، بس احنا ناخذ اللي فيها بس اما اندكتر او كاباستر. كانت first order، كنت تحسب الفولتج كنت تحسب الكارنت عن طريق نفس المعادله، هي حل differential equation. فال p of t هي equal للinitial value. الinitial value، طب كيف احنا نجيب الinitial value؟ احنا already نعرف المعادله تاعت السنسور P equal F of C. فأنا بقدر أجيب ال B initial عند الكنترول variable final، بقدر أجيب ال B final. أنا بعرف المنطقة هاي كم، بعرف بالمنطقة هاي كم أنا عندي ال output، فأنا بقدر أحسب عند أي time. كيف أحسب عند أي time؟ ال P of T equal initial value، مثلا ممكن تكون initial value بالvolt، مثلا نحكي 2 volt plus ال B final minus ال B initial. 5 ناقص 2 مضروبة في 1 minus E to power minus T over tau. tau بتكون من الداتا شيت تاعت السنسور، time response للسنسور. احكي لك انه هذا السنسور tau له 30 ملي سكند، 1 سكند 0.5 سكند. فاحنا بنعوض ال T ومنها بنقدر نحسب كم انا صار بقدر انا عند تايم محدد. لو اخذنا تي وتاو متساويات احنا نحصل على 63% من التشينج، نحصل على 60% من التشينج. فهذه الشغله اللي بتهمني انا من ناحيه التايم ريسبونس. فانا يوم نحكي عن تايم ريسبونس انه انا خلال الفتره هاي الترانزيانت ريجن أنا بتكون عندي الـ representation للparameter هو مش accurate. إحنا ما عندنا represent variable. إحنا control C of T وعندنا P of T. الـ P of T هي ما بتعبر لي عن C of T بهذه المنطقة. هي بتعبر لي عن درجة حرارة مختلفة. تعبر لي عن درجة حرارة مختلفة. عن درجة حرارة environmental. اوكي تعبر لي عن درجه حراره مختلفه غير عن درجه حراره الانفايرمنتال الموجوده عندي. السنسور بدل ما يقرا، نفرض احنا درجه الحراره تغيرت من 25 ديجري ل 30 ديجري، بدل ما عم يقرا 30 ديجري عم يقرا لي 27 عم يقرا لي 28 29، لانه في المنطقه هاي يوصل انه يقرا لي
30 ديجري. بتهمني بأول شغلة إذا كنا إحنا عم نستعمل في كنترول لوب إنه أنا أجيب السنسور السبيد تبعه أعلى من الكنترول الموجود عندي. السبيد تاعت السنسور تكون أعلى من السبيد تاعت الكنترول. إذا أنا عندي سنسور بطيء ما بقدر أشغل الكنترول لوب على سبيد سريعة. الشغلة الثانية اللي بتهمني في عملية المنجر، إذا أنا بدي أستعمل ديجيتال، بدي أعمل ديجيتايزيشن للسيستم، بدي أحول الداتا الموجودة عندي. أنا حولت التمبريتشر لفولتج، بعد هيك بدي أحول الفولتج الموجود عندي لباينري 0 أو 1. في إيش رح نحكي عنه في شابتر 3، إشي نسميه سامبل أند هولد سيركت. إنه أنا إذا أنا بدي أخذ سامبلز من درجة الحرارة لازم يكون السنسور أسرع من عمليتي اللي أنا بأخذ فيها سامبلز. يعني مش معقول أنا أخذ سامبلز في المنطقة هاي، أنا عند درجة حرارة كانت 20 صار 30 وأنا عم بحكي له إنه درجة حرارة 27، ما بصير. هذا بنحكي عنها بس نأخذ السامبل أند هول سيركت في شابتر 3. اللي أنا بهمني في الوقت الحالي إنه أتليست نعرف كيف وات تايم ريسبونس للسنسور، كيف تتغير الكنترول فاريبل، كيف تغير البرزنتيشن. أنا إذا غيرت السي أوف تي كيف تتغير عند البي أوف تي. السي أوف تي هي إذا صار فيها سادن تشينج في الكنترول فاريبل، كيف أنا حيصير في عندي change في السنسور output. change في السنسور output نعبر عنها من خلال هاي المعادلة الموجودة عندنا، اللي هي إذا كان عندنا first order ال p of t equal p initial plus p final minus p initial في 1 minus e to the power minus c over tau. فأنا based على هاي المعادلة عند أي time أنا بقدر أحسب كم عندي أنا ال c of t اللي عم بيقرأها السيستم سي اوف تي اللي عم بقرأها السيستم، او درجة الحرارة اللي عم بقرأها السيستم. لو كانت انا عندي هون بعبر عن درجة حرارة تمبرتشر عند فولتج معين، فعند تايم محدد عند 2 سكند عند 1 سكند، من خلال هاي المعادلة انا بقدر احسب كم التمبرتشر اللي انا عم بقرأها. والسنسور عم بياخذ التمبرتشر بحولها لفولتج. بنهاية المطاف احنا ما عندنا قيمة التمبرتشر الحقيقية، احنا عندنا فولتج. احنا عندنا فولتج في السيستم، انا عندي فولتج ما عندي التمبرتشر الاكتوال تمبرتشر. فانا بيز على الفولتج الموجود عندي بعرف كم قيمه التمبرتشر، بعرف انا كم عندي قيمه التمبرتشر. حدث عندي سؤال على التايم ريسبونس الفيرست اوردر ريسبونس. حد عنده اي سؤال على الفيرست اوردر ريسبونس؟ النوع الثاني من الريسبونس بكون عندنا سكند اوردر، ان انا صار في عندي تشينج بالكنترول فاريبل الريبريزنتيشن له تغير في سكند اوردر ريسبونس، صار في اوسيليشن. كيف بصير في اوسيليشن؟ حينتقل من الانيشال فاليو الفاينل فاليو، بس حيكون في اوسيليشن، حينتقل بحيث انه نحصل على فاليو اعلى من الفاينل فاليو، رود كمان ينزل لأقل منها ويصير يعمل around oscillate around the final value حتى وصل لمرحلة إنه وحقق the final value. هي بتكون عبارة عن sine wave مع exponential. العلاقة حتأخذوها أنتوا في مادة الكنترول لما حندخل فيها. لما يكون عندك response second order حتكون sine wave مع exponential. لا إحنا بهمني أنا في هذا بهاي المرحلة إنه إذا أنا السنسور تبعي في أوسيليشن عم يعمل لي أوسيليشن سكند أوردر ريسبونس، أخذه في عين الاعتبار في عملية الديزاين للكنترول. يعني لما تيجي تعمل ديزاين للكنترول ممكن إشي تسموه لما تأخذ الكنترول تعمله دامبينج، تقلل الأوسيليشن الجاي من الديزاين للكنترول. نكون أنا عارف إنه أنا إذا عامل ديزاين للكنترول بأوسيليشن معين، هل أنا أخذته بعين الاعتبار الأوسيليشن تاع السنسور؟ إذا مش ماخذ الأوسيليشن تاع السنسور حيزيد الأوسيليشن. يعني أنا بنهاية المطاف الأوسيليشن الموجود عندي داخل السيستم ناتج عن السنسور بلس الريسبونس تاع السيستم، إذا أنا أخذت السنسور بعين الاعتبار. بس هاي النقطة اللي بأخذها. فأنت مثلا إذا تعمل ديزاين لدامبنج ريسبونس وكان عندك سنسور فيه أوسيليشن، هذا الشيء من الأشياء الصعبة جدا إنك تحصل على
دام ريسبونس يوم يكون عندك سنسور فيه اوسيليشن، انه انا بنهايه للكنترول احنا بنحكي مش لهذا، انه حصل على ريسبونس زي هيك في الكنترول يوم يكون انا في عندي اوسيليشن، هذا الشيء من الصعب جدا احصل. في هاي النقطه بتهمنا احنا، احنا اغلب السنسورز اللي بنحاول نتعامل معهم بنحاول نتعامل مع فيرست اوردر سنسورز. هيك احنا بنكون خلصنا التايم ريسبونس للسنسور. حدا عنده اي سؤال او استفسار؟ ننتقل لخاصيه جديده من خصائص السنسور حنتعرفها، اللي هي السنسيتيفيتي. السنسيتيفيتي هاي بنشوفها بالداتا شيت، هي بتعبر لنا سنسيتيفيتي بتعبر لنا اذا انا صار عندي تشينج في الانبوت شو حصير انا في عندي تشينج في الاوت. يعني انا عندنا سنسور عم بقيس درجه حراره تي، الانبوت تبعه في الاوت تبعه فولتج. اذا انا صار عندي تشينج في درجه حراره كم مقدار التشينج في الفولتج اللي حيصير عندي؟ هذه بنسميها ترانسفير فانكشن، خصوصا اذا كان عندنا سيستم لينير فاحنا بنسالها اكثر من اسم. Sensitivity transfer function. Coefficient. كلهم نفس الاسم لـ sensitivity. هي بتعبر عن أنا شو بصير في عندي change، ها change في الoutput نتيجة change في الinput. مثال عليها إنه أنا temperature transducer الاوتبوت له 5 ملي فولت بير ديجري سنتيغريد، يعني كل 1 ديجري 5 ملي فولت بير ديجري سنتيغريد، كل 1 ديجري هتعطيني 5 ملي فولت، 2 ديجري هتعطيني 10 ملي فولت. هذا كتشينج احنا بنحكي، 20 ديجري هيكون مقابلها 0.1 100 ملي فولت، هذا كتشينج. انا في عندي تشينج في التمبرتشر حيكون قباله في عندي تشينج في الفولتج. اوكي هلا كمان يعني احنا بنعرف هذا لينير، فبنهايه المطاف انا عندي تمبرتشر الفولتج as a function of temperature هو ايكوال للسلوب ام في تي بلس الفي نوت. هلا هذا هو الام، بظل التي نوت لو كانت عندي التمبرتشر تي ايكوال زيرو كم حيكون الفولتج؟ بجاوب عليها بيز على المعطيات اللي تكون موجوده عندنا او بيز على تيست انا بعمله. بيز على تيست انا بعمله، يعني مش شرط انه انا اخذ التي ايكوال زيرو، ممكن اخذ انا اي تمبرتشر، يعني مثلا ات انفيرومنتال تمبرتشر مثلا تي كانت 25 وروح بقيس هذا السنسور موجود عندنا كم عندنا قيمه الاوت بوت فولتج. نفرض انه اعطانا اوت بوت فولتج مقداره مثلا عند ال 25 نفرض انطانا 1 فولت مثلا، فبيزد عليها بعوض انا هون ال 1 فولت هي ايكوال للام 5 مل في التي 25 سوري في تي هي 25 بلس الفي نوت، فمنه انا بقدر احسب الفي نوت. اوكي اذا ما كان او انه انا بجيب تمبرتشر ايكوال لزيرو بعوض ايكوال لزيرو بيطلع لنا الفولتج هو نفسه الفي نوت. هي بنهايه المطاف انا عندي العلاقه لينير، ممكن تكون هيك بتمر من الزيرو، ممكن تكون زي هيك لينير، ممكن تكون زي هيك اذا كان السلوب بوزيتيف. اوكي اذا كان السلوب بوزيتيف فهي هو بيعبر ال 5 ملي فولت بير ديجري سنتيغريد او السنسيتيفيتي للترانسفير فانكشن الكوفيشنت بيعبر لي اذا انا صار في عندي تشينج دلتا تي كم حيقابلها بالدلتا في، تشينج في السي دلتا سي كم حيكون قبالها في البي في ريبريزنتد فاليو، ونعمل ريبريزنتيشن للداتا. واضح شو يعني السنسيتيفيتي؟
واضح بالنسبة لكم شو يعني sensitivity؟ واضح دكتور. هاي يعني مجموعة من الخصائص اللي احنا بنحب يعني نعرفها عن السنسور قبل ما احنا نشتريه او قبل ما احنا نتعامل معه. طبعا هاي الخصائص اللي حكينا عنها من ناحية accuracy، من ناحية sensitivity، من ناحية linearity، time response، يعني من الاشياء اللي كيف يعني الايفالويشن لها او انك تختارها سلكت لها تشوز لها مش عملية سهلة. يعني مش اي سنسور انا بروح بجيبه هيشتغل معي. بنهاية المطاف بيحكمني خصائص السيستم كامل اللي انا بشتغل فيه. يعني كتمبرتشر سنسور انا بدي استعمله من ابلكيشن لابلكيشن تختلف عندي خصائصه من ناحيه accuracy، من ناحيه sensitivity، من ناحيه time response، من ناحيه linearity، حتى في شغله ما حكينا عنها هي الرينج، انه شو مثلا التمبرشر، شو التمبرشر انا بقدر اقيسه بهذا السنسور. مثلا والله هذا السنسور بيقيس لك من ماينس 20 ديجري ل 100 ديجري، هذا ممكن استعمله مثلا في الروم تمبرشر، استعمله في اير كونديشنينج، هو عم بيعمل كنترول للروم تمبرشر. ففي عندك سنسور ثاني بيشتغل ل 500 ديجري، هذا ممكن استعمله انا في اوفن كوكينج اوفن. في واحد تاني بيشتغل 300 مثلا، هذا ممكن استعمله في عملية صهر المعادن او something like this. فالتمبرتشر سنسور بيهمني الرينج تبعه، بيهمني accuracy الدقة تاعته حسب الابليكيشن. يعني 3000 ديجري لو كان فيهم error 2 ديجري مش مبينين، كنسبة قليلة، بس انا 2 ديجري في الروم تمبرتشر عالي، 2 ديجري في الروم تمبرتشر عالي، يعني ايرور عالي، ايرور كبير. بنحكي اللينياريتي حسب الابلكيشن. انا عندي انا الكنترول بيهمني كثير انه يكون لينير، كثير بيهمني يكون لينير. التايم ريسبونس كيف انا بتغير هو مع التايم، اذا عمليه الكنترول تاعيتي انا بدي يكون فاست ولا سلو. اذا كان فاست الكنترول عندي فاست، لازم اجيب التايم كونستانت يكون صغير للسنسور، او يكون يعني السنسور سريع. احنا الفاست لما نحكي فاست ونحكي تايم هم عكس بعض، يعني فاست يعني سريع يعني تايم صغير، سلو يعني تايم كبير. فهاي الامور انا بتهمني اني اخذها بعين الاعتبار، بس بنهايه المطاف اللي حيخليك تحدد نوع السنسور تبعك هو الاستدي اللي انت عاملها للكنترول سيستم تبعك. لما انت عبرت عن البروسيس الموجوده عندك، وضحت شو هي البروسيس، فانت عارف شو الابلكيشن، وضحت specification للكنترول اللي انت حتستعمله يوم اخذنا الكنترول evaluation، فانت الان قادر تختار السنسور بهاي الخصائص الموجودة عندنا. هلا بالنسبة لنا في هذا الكورس ما حندخل عملية الكنترول، احنا ما حنجيب system فيه control، بس انت يوم تيجي لسيستم real application لك في الميكاترونكس engineering عندك نوعين من الميجرمنت حتاخذها. ميجرمنت انت بهمك تعمل اوبزرف لداتا موجوده عندك داخل المصنع او داخل الانفايرمنتال اللي انت بتشتغل فيه، بس عشان انك يكون عندك فيدباك عنهم ومعروفه لك، معلومه معروفه لك انت كسيستم كاوبريتر. وفي بعض اشياء بتدخل معك مباشر في عمليه الكنترول للسيستم تبعك، هاي بتكون فيدباك. فكمان لازم اخذها بعين الاعتبار في عمليه ديزاين الكنترول. احنا في هذا الكورس ما حندخل في ندخل الكنترول في عملية الأنالسيس تبعنا، هنكتفي بخصائص السنسورز بيست على إنه أنا لو بدي أقيس داتا، بس to observe داتا. أوكي، بس بهم هاي المعلومات تكون واضحة بالنسبة لك. الموضوع هنحكي عنه هو موضوع معروف بالنسبة لكم اللي هو اليونت واليونتس وكيف عملية الكونفيرجن بين اليونتس. أنا هذا ما حدخل فيه يعني بشكل معمق، يعني هشتغل فيه على السريع لانه هذا الشيء يعني سنه ثالثه ومنكم سنه رابعه، يعني هذا يعني في الانجينيرنج لازم تاخذوا في ماده سنه اولى. يعني في الفيزيكس اصلا اوريدي بيعطوكم اياه، في الكيمستري بيعطوكم اياه كيف انت تحول من يونتس ليونتس. بس احنا بهمنا انه بهمنا احنا دائما الاس اي يونتس كثير احنا بنستعملهم. يوم احكي لك انه اللينث بالمتر، الكيلوغرام، السكند، والامبير، والكلفن، والمول للسبستنس، والكاندل للليمنانس، وفي عندنا مشتقات منها اللي هو
الراديان والستريديان للانجل سوليد انجل. هلا هذول معروفات بالنسبه لكم. احنا عندنا النوع الثاني من اليونتس هو البريتش يونتس. البريتش يونتس كيف نحول منه للاي للاس اي او الاي للسيستم انترناشونال يونتس. فعندنا لينث مثل لو كان بالفوت او بالانش كيف نحوله للميتر. هاي عمليه التحويل هي موجود احنا يعني ما حطالبك انك تحفظ انه الانش هو كم متر او الميتر كم انش and so on. لا انا هذول حاعطيك يعني هذول اذا احتجناهم في سؤال معين حيكون given لك، بس انك تكون انت عارف كيف تحول، كيف تحول يعني اذا كان في عندك انش كيف تحوله لميتر، اذا كان عندك متر كيف تحوله لانش and so on. اذا كان عندك نعرف انه ضبطهم تحويل الفوت هو 12 انش والانش كذا واليارد 3 فوت والمايل كم فوت. طبعا الاريا قد كنا بصير عندنا متر سكوير، هون حتصير فوت سكوير. كيف نحول من انش سكوير لفوت سكوير لميتر سكوير؟ بنهايه المطاف احنا بدنا الاس اي يونت متر سكوير. طب دائما انا بحتاج عمليه كونفرج لليونتس بهذا الكورس؟ لا، بس لازم تكون عند اليونتس بال 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 بال, 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 بال بالسيستم تبعي لازم تكون اليونتس موحده. يعني إذا أنا بالسيستم عم بعبر عن التمبريشر بكلفن، ما بصير استعمل في خطوة كلفن في خطوة سلسيوس آند دجري، أو في منطقة في بلوك معين دجري سانتيغريد وفي نقطة كلفن في نقطة فهرنهايت. لازم أحول. إذا أنا بستعمل بالسيستم تبعي الديستانس بعبر عنها بميتر، لازم تكون ميتر. بعبر عنها في إنش، it's okay. إذا كل الديستانس أنا بعبر عنهم في إنش، it's okay. okay. إذا كل الديستانس أنا بعبر عنهم في فوت، it's okay. بس اذا شيء في متر وشيء في انش وشيء في فوت، لازم انا اعمل عمليه كونفرجن. انا نحكي عن الباوند، الفوت سكوير هي الفوليوم، فبصير عندنا متر كيوب لتر اند سو اون. جالون كيف نحول الجالون لليتر بالمتر؟ عمليه التحويل احنا بنعطيكم اياها، ما حدخلكم منكم انتم تحفظوا هاي التحويلات. يعني احنا الكورس هذا بيمناش انك تحول، بس بيمني انا ان انت كانجينير فاهم وعارف انه انا لازم اليونتس في السيستم تبعي يكون موحد. مش انا ببلوك اليونتس عندي بالميتر، ببلوك ثاني عندي اليونتس حتى بالسنتيمتر، ما بصير. خلاص كله في الميتر لازم يكون. مش انه يعني ما بصير في كل منطقه انه انا استعمل يونت مختلفه عن المنطقه الثانيه. هاي من الاشياء اللي احنا بتهمنا في هذا الكورس نكون عارفينها. يعني اكثر من هيك احنا ما يعني حتى عملية الكونفيرجن داخل هذا الكورس ما في كونفيرجن خلينا نحكي معقدة إذا احتجناها، بس أنت كإنجينير ممكن تحتاجها في عمليات قياس في مصنع أو في something تحتاج أشياء معقدة. الباوند إذا كنا نعبر عنه في فارس، الأوز أو الأونصة، الون باوند. طبعا الون باوند إذا كان فارس هو إيكوال 448 نيوتن. هلا اذا كان هو كماس هو 0.454. الاختلاف طبعا انه احنا ما بنضرب في 10، بنضرب في 9.8 لما نحول من كيلوغرام لنيوتن، فعشان هيك صار في عندي اختلاف بالاجزاء. فهذا اختلاف بسيط، بس احنا يعني زي ما حكيت لك انا بنهايه المطاف بيهمك تكون عارف how to convert، مش الconversion شو هو. نعطيكم اياه الconversion. الانرجي فوت باوند احنا بنعبر عنها بالجول كانرجي. البريشر بي اس اي باوند بير انش سكوير احنا بنعبر بباسكال مثلا. الهورس باور وات، هورس باور وات. طبعا هون في عندنا الاتموسفير، ال1 اتموسفير هو 14.7 بي اس اي. انا زي ما حكيت لك بيهمني انك تكون قادر انك تحول من يونت ليونت اذا احتجتها، بلس انه داخل الكوستشن او داخل الستيتمنت الموجوده عندك اليونت تكون موحده. اليونت تكون موحده، اليونت تكون موحده. ما بصير استعمل مره متر ومره سنتيمتر ومره انش ومره داخل نفس الستيتمنت. ما بصير استعمل مره نيوتن ومره باوند داخل الستيتمنت، مره كيلوغرام مره باوند داخل الستيتمنت، مره باسكال مره بي اس اي.
كلهم نستعملهم نفس اليونت داخل الستيتمنت. السانتي متر جرام سكند سيستم، هذا اللينث بيكون بالسنتيمتر، الماس بالجرام، التايم بالسكند. هذا كمان نوع ثاني من اليونت. الكونفرجن كيف تحول سنتيمتر لمتر تعرفوها، كيف تحول جرام لكيلوغرام تعرفوها. الاشياء اللي زي هيك والنون مش حجيب لك اياها، مش حجيب لك والله انه عندنا سنتيمتر كيف تحولها لمتر. خلاص عندك سنتيمتر انت مضطر تحولها لمتر، هذا شيء انت بديهي بتاخده. الداين يوم نعبر عن الفورس نسميها داين، الكل 10 to the power 5 داين هي 1 نيوتن. الانرجي بنعبرها بإير، وال 10 to the power 7 هي 1 جول، والبرشر بداين بير سنتيمتر، وهي كل 10 داين بير سنتيمتر هي إيكوال 1 باسكال. الأشياء اللي مش نون إلك إحنا هاي نطقيها، هذا تحتاج أنك تعمل كونفرجن بيناتهم. فهي مثال هيك سريع إنه كيف إحنا نعمل عملية التحويل من يونت ليونت بحيث إنه تكون عملية سريعة. بس هي تذكير لكم مش أكثر ولا أقل. الإكزامبل بقول لك إنه عندنا البرشر هو 2.1 10 to the power 3 داين بير سنتيمتر، كيف إحنا نحولها ل نيوتن بير متر سكوير اللي هي الباسكال. هلا نيجي للبرشر، هو بنهاية المطاف هو إيكوال ل 2.1 10 to the power 3 sorry per centimeter square. هلا انا بدي احولها ل نيوتن في متر، اوكي؟ فانا هاي بضربها في الداين. الداين كم من نيوتن فيه؟ الداين كم من نيوتن فيه؟ ال1 نيوتن بيز على الجدول، ال1 نيوتن فيها 10 to the power 5 داين. هيك بنكون خلصنا من الداين، حطنا محلها نيوتن. هلا السنتيمتر كل، طبعا ما ننسى انه عندنا سكوير، كل 1 متر سكوير كم سنتي فيها 10 to the power 4. شيك سنتيمتر سكوير اللي احنا عندنا ال 1 متر هو 100 سنتي، بس يعني 10 to the power 2، بس يوم نعملها سكوير كمان بتصير 10 to the power 4. فهيك انا صارت سنتيمتر كمان مع سنتيمتر سكوير بتروح، صارت هي بدلاله النيوتن بالمتر. خلص خلص التحويل معنا. 10 to the power 5 10 to the power 4 هو ماينس 1 و3 تطلع لنا 210 باسكال. هاي ببساطة عملية التحويل هيك بتتم. كم فيت عندنا بال 5.7 متر؟ نحول 5.7 متر لفيت. 5.7 متر بدنا نحولها ل فيت، فنضربها فيت على متر. فكم فيت عندنا في المتر او كم متر في الفيت احنا بنعوض. فاحنا عندنا ال1 احنا على الجدول الموجود معانا مش مطينا التحويل المباشر للفيت، محولينه للانش بعدين محولينه لمتر، اوكي؟ فاحنا يعني بيزد على الجدول الموجود معانا بالاول بنحولها لانش. احنا عندنا تحويل بالجدول، طبعا انا عارف انكم هاي بتعرفوها مباشره، احنا بالجدول هون محولها لانش بير متر، وبعدينك حول الانش لفوت. فاحنا هون الميتر كم انش فيه؟ 39 هي 39
0.37 والفوت 12 إنش. سوري فيك على البنات مطاف الإنش مع الإنش بتروح، الميتر مع الميتر بتروح، بضل عنا الفوت لحالها. فإحنا حولناها التحويل العكسي، بقول لك 6.3 فيت نحولها ل لانش، نعمل تحويل عكسي نضربها نحولها لميت نحولها سوري نحولها لانش بعدين نحولها لميتر. الاخير بيقول لك فايند الماس ان كيلوغرام، عندنا 2 باوند كيف نحولها لجرام. التحويل سريع نفس الشيء، ال بي كم كيلوغرام وانسون. فانا يعني ما بدي ادخل في ما حدخل في هاي في هاي المعلومات اكثر من هيك، يعني انه الباوند كان فيه خلاص دول مثلين بتراجعوهم بتحلوهم لحالكم. ده اخر موضوع نحكي عنه في الكارتة، طالما نحكي عن اليونتس قبل ما ننتقل لموضوع احصائي في السنسورز اللي هو البريفكسز. هاي من الاشياء اللي احنا بهمني تكون عارفها وما نتعامل معها، وما نحكي لك تيرا نحكي لك جيجا. تيرا 10 to the power 12، الجيجا 10 to the power 9، الميجا 10 to the power 6، الك 10 to the power 3، هكتو 10 to the power 2، وديكا 10 to the power 10. لا ديكا والهكتا من يعني خلنا نحكي اللي قليل استعمالهم، يعني 10 to the power 2 و 10 to the power 3. اللي بهمني أنا أنه هذول أبر كيس، هذول أبر كيس أوكي. تيرا والجيجا والميجا أبر كيس، الك اللي هو الكيلو تحت كل ما دوره لور كيس لور كيس. هلا الدي سي والسانتي يعني باستعمالاتي ونحكي الدي سي متر سنتيمتر، غير هيك يعني استعمالهم اقل، هو 10 to the power minus 1 و 10 to the power minus 2. بعد هيك بنبلش نرجع للبريفيسكيز مستعملات دائما، اللي هو الملي 10 to the power minus 3، المايكرو 10 to the power minus 6، النانو 10 to the power minus 9، البيكو 10 to the power minus 12، والفينتو 10 to the power minus 15، والاتو 10 to the power minus 18. هدول بهمني تكون عارفهم، يعني انا هدول ما يعني هدول التحويلات حكيت لك فينتو فيمتو، حكيت لك اتو، حطيت لك بيكو نانو مايكرو ملي، ما تقول لها يعني كم، اذا حكيت لك ميجا جيجا تيرا تكون عارفهم بلس الكيلو. هلا الهكتو والديكا والديسي والسانتي قليل استعمالاتهم، بس الديسي والسانتي اوريدي انت بتعرفهم من سنتيمتر والديسيمتر. يظل عندك الهكتو والديكا يعني مش غلط انك تكون عارفهم، مش غلط انك تكون عارفهم. فيعني هذا اخر موضوع بدنا نحكي عنه قبل ما ننتقل لنحكي عن السيجنيفيكانت اند ستاتكس. نحكي عن significant figure الموجود عندنا في المجرمين اللي أورد أنتوا تعرفوها، نعمل ريفيو لها ونشوف بعض الباراميترز الإحصائية اللي بتفيدنا في عملية السنسور. في حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟